أه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه ازمور طيب الحال مشاهدي قناه شوف تي اليكم حصيله اليوم طيب الحال حصيله أه سهلة طبعا الحال مدينة الجديدة ولا إقليم الجديدة كيسجل 62 حالة جديدة مصابة بكورونا في آخر 24 ساعة علاش مازال كيتسجلوا بحال هذه الأرقام؟ مشاهدة قناة شو تي في شنو السبب اللي كيخلي أن هذه الأرقام في تزايد؟ شنو السبب في نظركم اللي كيخلي هذه الأرقام في ارتفاع؟ طبيعه الحال قبل من قبل ما قبل ما ناخذوا الاجابات ديالكم أه نقرا عليكم الحصيله ما طبيعه الحال اللي اعلنت عليها وزاره الصحه اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم السبت عن تسجيل 3790 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس في كورونا المستجد خلال 24 ساعه الماضيه ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 219084 حاله في المغرب ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعده بعد الحصول على نتائج سلبيه تهم التحاليل المختبريه قد بلغ 3 ملايين و107 ألف حاله منذ بدايه إنتشار الفيروس على المستوى الوطني وأفادت المعطيات الرسميه بأن الفتره نفسها عرفت 70 حاله وفاه جديده يعني مشاهدة قناه شوف في 70 وفاة 70 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة ماشي رقم سهل ماشي رقم هين ماشي رقم اللي ديما كنقولها في جميع اللايفات كنقول ماشي رقم اللي ممكن أننا نشربوه بشغمة ديال الماء بهذا المصطلح هذا يعني 70 حاله وفاه جديده بطبيعه الحال منذ آآ آآ بدا منذ حلول المغرب الفيروس آآ بالمملكه فوصل عدد الوفيات 3695 حاله حاله وفاه وتم التاكد من 3000 و 350 حاله شفاء اضافيه لترتفع الحصيله الاجماليه للتعافي الى 181275 حاله شفاء وتهيب وزاره الصحه بالمواطنين والمواطنات والسلامه الصحيه والانخراط في التدابير الاحترازيه التي اتخذتها السلطات المغربيه بكل وطنيه ومسؤوليه طيب الحال المشاهدة قناه شوف تي في اقليم الجديده كيسجل 62 حاله جديده مصابه فيروس كورونا في اخر 24 ساعه علاش في نظركم مازال كيتسجلوا بحال هاد الارقام شنو السبب اللي كيخلي ان هاد الارقام في تزايد شنو اللي كيخلي اننا نشوفوا 70 حاله وفاه جديده يعني وفاه وفاة جديدة سبعين حالة وفاة جديدة ماشي رقم مشاهدة قناة شوف تي في ماشي رقم اللي سهل ماشي رقم اللي هين ماشي رقم اللي ممكن اللي ممكن اننا نمر عليه مرور الكرام سبعين حالة وفاة يعني رقم اللي هو كبير طبيعة الحال ولينا مؤخرا كنشوفوا عدد الاصابات في ارتفاع عدد الوفيات في ارتفاع شنو هما ولا علاش مازال كنشوفوا ان هاد الارقام كيتسجلوا بهاد 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 الشكل ارقام بشكل اه مرتفع ارقام اه بشكل صاروخي انه كيتسجلوا في الاونه الاخيره بطبيعه طيب الحال وزاره الصحه كتعلن مساء اليوم السبت عن تسجيل 3790 حاله فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعه الماضيه ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 219084 حاله في المغرب ووفق المصدر ذاته فان عدد الحالات المستبعده بعد الحصول على نتائج سلبيه تهم التحاليل المختبريه قد بلغ 3 ملايين و و566 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 70 حالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى يعني مشاهدة قناة شوف تيفي راه 3695 حالة وفاة يعني 3695 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني ماشي أرقام اللي سهلة 3695 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس يعني ماشي رقم سهل اليوم على وزارة الصحة في 24 ساعة الأخيرة 24 ساعة الماضية 70 حالة وفاة بطبيعه الحال تم التاكد من, من 3350 حاله شفاء اضافيه لترتفع الحصيله الاجماليه للتعافي الى 181275 وتهيب وزاره الصحه بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافه والسلامه الصحيه والانخراط في التدابير الاحترازيه التي اتخذتها السلطات المغربيه بكل وطنيه ومسؤوليه فما علينا مشاهده قناه شوف الا اننا نتبعوا التعليمات اللي كتنص عليها السلطات المحليه نتبعوا التوجيهات اللي كتنص عليها بطبيعه الحال وزاره الصحه وهذا كامل من اجلنا جميعا كامل من اجلنا اننا آه نتفاداو عدد الاصابات نتفاداو عدد الوفيات وهذا كامل كيف ما كنقول انه باش يحمينا حنايا والاسره الصغيره والكبيره والاقارب والاصدقاء والاحباب وعابرة كنت منها السحابة أنها تمر علينا مرور الكرام ما بغيناش أن نشوف خسائر بشرية ولا أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية والله يرفع لنا هذا الوباء والله يهدينا إلى طريق المستقيم وكانت هذه الذكرى ديال العيد المولد النبوي انها تكون ذكرى ديال المغفره وديال الثواب ان شاء الله مشاهدي قناه شوف تي في لكم موعد في بث مباشر واحد اخر الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء السلام عليكم